سمعنا وطبعا ده من سنين كمان ان في حاجه اسمها ورش كتابه. أيوة. يعني عدد كبير جدا بيقعد كل واحد بيكتب جزء من، هل ده ممكن يعني ينتج عمل فني جيد؟ لا، رغم انها يقول لي المعارضين ليه، يقول لي ده موجود في امريكا. بس انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت قاعد مره في كافيه من 3 سنين في المعادي، ولقيت 4 ده بيكتب مشهد وده بيكتب مشهد، انا مش عارف هم مين، فكل واحد بيكتب مشهد قص ولزق كده. انا الله يرحمه استاذ اسامه عمر ركاشه، وهو كان معايا عضو لجنه الدراما العليا، دايما كان يقول التاليف وجهه نظر واحده والاخراج ايضا وجهه نظر واحده. التاليف وجهه نظر واحده، وجهه نظر الشخص اللي كاتب، والاخراج ايضا وجهه نظر صحيح واحده. صحيح، يعني الكاتب واحد والمخرج واحد. الكاتب لما نجيب كذا حد يكتب، لو بعض الورش نجحت بعض الشيء، لكن لابد ان يبقى في وجهه نظر اللي كاتب، هي دي اللي تبقى سائده. زي المخرج، في دلوقتي عشان ضغط الوقت فبيبقى المخرج بيدخل الاول، بعد شهر يجيبوا 3 مخرجين، ده يخرج وحده ثانيه وواحده ثالثه وواحده رابعه. وبالتالي مفيش وجهه نظر المخرج اللي هو صاحب العمل اللي هو المسؤول الاول والاخير عنه. هل الجمهور العادي هل ممكن يشعر بهذا؟ انه مثلا هذا العمل تدخلت فيه العديد من الايادي والكتابات، خاصه في الكتابه. الجمهور بيشعر جدا، ده الجمهور ساعات يعمل فيكس كادر لو في غلطه. ايوه، يعني يفضل يراجع على شريف ويشوف في غلطه ركور، غلطه ملابس، غلطه كذا. فالجمهور واعي جدا وبقى ناقد فظيع. فلازم انا وانا بعمل المسلسل ابقى عامل حساب الجمهور، احنا كلنا بنشتغل من اجل اسعاد الجمهور طبعا.